الحاجة سبعينية بكري عبد الرحمن من سكان قرية دير بلوط، رغم تقدمها في السن ما زالت تواظب على حراثة أرضها بنفسها منذ عقود، ذلك لارتباطها بالأرض ولتفويت الفرصة على المحتل مصادرتها بحجة أنها أملاك تعود إلى غائبين أو لكونها أرض بور غير مستغلة. حكاية الحاجة بكرية في هذا التقرير، تابعوها. أنا بكرية، بكرية عبد الرحمن عبد الحميد عبد الله من دير بلوط. إحنا في عرك التوتة عند المستعمر اللي أخذوها اليهود منا. أنا جايبة على أرضه منحرس فيها ومنعمر فيها، وهضحيتهم إحنا في شكة وهم في شكة، قاعدين بعمر الأخرين مش خاف يأخذوها. الواحد أرضه عزيزة عليه وغالية، اللي بنشر أرضه بنشر عرضه. والله العظيم أنا وأنا أزرع في الزيتون وحياة القرآن، إني دشرت بنتي من الصبح تمنها الشمس طارت تأخذ وتعطي في الغياب، وأنا أسكي وهي في المهد لحالها في الدار. بكينا نزرع فيها كمح وعدس نمل البراميل، بكيت أظل نحرس من الصبح للمغرب، بس هلكت كبرنا يعني موش غاب الحراث نقدرش نحرس كثير شوية. زيتونا بيجي 30 زيتونة راح نحنا، ولا بكى فوق فوق في خرب هيها، بقولوا لها دير سمعة لحد احنا لجاي شوية. الأرض اللي جبتنا، الأرض عزيزة علينا غالية أرضنا، احنا بدنا نستغني عنها الأرض.